السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي راح نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام. اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يدزلنا رسالة واتساب مكتوبة على رقم الواتساب المخصص، هو آخر رقم اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من منو جتنا الرسالة ومن وين. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف المشاريع الحكومية الفاشلة أو اللي تم تخريبها بتعمد إهمالها وراء ما رصدت لها من خزينة الدولة المليارات لهذه المشاريع. ومن مشاريع الحكومة الفاشلة اللي غايتها صورية وهدفها هو التغطية على مشاريع الفساد، مشاريع بسيطة كلفت مليارات سرعان ما تم إهمالها، ومن هاي المشاريع مشروع النافورة الراقصة بشط العرب بالبصرة واللي تم افتتاحها قبل أقل من سنة. لكن الفيديو اللي راح نشوفه فد شوية وثق لنا اياه أحد أهالي محافظة البصرة ويوضح تعطل النافورة وإهمالها، وهي من المشاريع اللي سوقت إلها أبواق الحكومة ومجلس المحافظة بالبصرة بكثرة بأن تكون معلم من معالم محافظة البصرة. هذا حال النافورة الراقصة دي بشط العرب، ما أعرف، بس إحنا بعدنا بالعراق أول ما تنفتح حلوة، بعدين الحكومة تفلش. شوف يقول لك المواطن ما يحافظ عليها، وهو هذا المواطن يوصل للماي، وهذا شغل الدولة. يلا اهم شيء عندنا نافورة مثل مال دبي، لو مخلين الشط نظيف ولا هالوساخة اللي صارت بيه، خلها منظر كان حلو. هذا حال النافورة الراقصة بالبصرة. عندنا فيديو ثاني همنا من محافظة البصرة، ومواطن آخر من أهالي محافظة البصرة الكرام يرصد تكدس النفايات بنافورة ساحة العروسة بوسط البصرة. هاي النافورة أو الساحة اللي من المفترض هي منظر جمالي للمدينة، يا ترى وين الجمالية بصور الزبالة والقمامة اللي تنتشر هنا وهناك؟ ويتساءل وين مدير البلدية وشنو دور البلدية وليش ما يشتغلون وشنو عمل الرقابة إذا مدى تسوي شيء، وليش هذا الإهمال لمشاريع كلفت البصرة مليارات الدنانير. خلونا نشوف شر البلية ما يضحك أعزائي المشاهدين. قسما بالله أتمنى من الأخوة لا يقولون هاي بدأت الانتخابات وتسقيط انتخابي. إحنا من سنة 2013 لحد هذه اللحظة شوين ما نشوف سلبية ننتقدها. قسما بالله عابر مشي للبيت شوفون المنظر وياي، باع وياي، هاي الفلكة مال العروسة وسط مدينة البصرة، هاي الفلكة اللي معطلة حركة السير مال الناس وخانق العالم بالتقاطعات والازدحامات. سيد مدير بلدية البصرة شعبة تزيين المدينة، جاي تلاحظون المنظر شلون مخزي، جاي تلاحظون الوساخ، جاي تلاحظون النفايات باعتبار هاي نافورة وحضرة جنابكم انتم مخلينا هنا، يعني اسوة بالعقد المطينة ب 14 مليار او 18 مليار ما اعرف الرقم، الاحدى الشركات اللي تعتقد الحكومة المحلية ما اعرف بلدية البصرة، الحق لكم. اما محافظة ذي قار نروح الى مدينة الناصرية وبالتحديد الى ساحة الحبوبي واللي كانت مركز لاعتصامات ثوار تشرين. بعد أن تم إغلاق الساحة لأكثر من عام حتى يسوون الساحة يبنوها بصورة جميلة ويسوون بها نافورة، ورصدوا ناشطين ناصرية الفلكة أو الساحة اللي كلفت بحسب الناشطين 6 مليارات دينار، ويتساءلون وين راحت هاي المليارات وشلون تم هدر هذا المبلغ بهذا الحجم على ساحة بدت آثار الخراب تبين بيها قبل أن تفتتح أصلاً. خلونا نشوف. أنا من النوع ما جاي جيت أصور الحبوبي، جيت أصوره بواجع حلوة، صورته بواجع حلوة بس تفاجأت بالسلبيات الموجودة بالشغل. فإذا هذا الشغل كمل
اذا ما كامل فهي مصيبه، بس اذا صدق طلع كامل الشغل وهذا يعني شغل نهائي يعني هذا انفتحت الساحه فهي مصيبه يعني عظمى يعني على الشغلات. هسه راح انزل لكم اياه ورا هذا الفيديو. صدق ما تستحون مشروع صار اكثر من سنه مسدوده في الحبوب تمثال الحبوب هذا شغل هذا البوريه شغل حضاره ابو الشركه ما عندك وحده ثانيه جايبه كرتون واحد وخلص تبي تبدلها هاي 6 مليارات هاي الفلكه صار لها 500 يوم مسدوده هذا خشب براغي هذا الشمعه نشره والمتره بلف 6 مليارات الله. شوف هاي حدود بلجيكا وهولندا هاي هولندا هاي بلجيكا منها وطب للحبوبي الله طيب حظ الشركه سويته الكهرباء منها على بلجيكا منها يسقون بصون يقول لك بيتنا يقول لك هرش البتلو لا مشروع كلف 6 مليارات وعبارة عن تمثال وشوية ترتيب وتارتان. لا والمشكلة أنه أكو جهة بها ثيل والثيل أصفر لأن ما يزقوا زين الصوندة اللي موجودة بالنص شنو ما حد يدري، وجهة تارتان والتارتان مقصوص ما مثبت وخشب ما مثبت والتثبيت غلط. وصدق اكو قطعه من قطع الحجر اللي مرصوف به المنصه مال التمثال مكسوره، ما عندك وحده تبدلها؟ لو حرامات بالعراق يشوف شيء كامل. المشكله مو بهم، المشكله مو باللي نفذ. من امن العقاب اساء الادب. المشكله الجهه اللي تراقب، محافظ ولا مدير عام ولا نائب محافظ ولا مدير بلدية ولا نائب مدير بلدية ولا الدائرة الهندسية بالبلدية أو الشخص اللي وافق على هيك مشاريع أو اللي استلم هيك المشاريع. ما انتبهتوا أنه أكو أشياء غلط؟ مواطنين عاديين. وصدق هاي الأكسات الثلاثة بالقاع شنو؟ حتى هم علقوا يقول لك هاي حدود بلجيكا وهاي هولندا. حتى ذنيك الأكسات اللي موجودة هناك أحلى من هاي الأكسات، هاي بسبريم مسويهن ديك شوية شكلها مرتب وحجر. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول موضوع أول تعليق ويانا من فيسبوك جنوب الهوى يقول: من يشرف على الأموال في ذي قار والمشاريع الصغيرة والكبيرة في المحافظة غير مسؤول وغير نزيه ولا شرف ولا غيرة على محافظته. وحسين علي الحسيناوي يقول: مكب نفايات بتسع مليار تسع مليارات وين النزاهة؟ والله بهم مجمع للفقراء. أبو مرتضى البدري: أدري أكو حسيب على صندوق إعمار ذي قار والمحافظ، شنو هالفساد والمهازل هاي؟ والنصر الذهبي يقول: المفروض يجيبون المسؤول على هذا الصرح ويشبعون صوندات بالشارع لأنه فاشل ويأخذ راتب من الدولة وهو يستنزف أموال الشعب، حسبنا الله على كل من أضر البلد. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذه المشاريع اللي أقل ما يقال عنها أنه هي مشاريع فاشلة لكن سببت بهدر مليارات الدنانير من خزينة الدولة كانت تقدر تعيش أو نقدر نسكن بها فقراء أو نقدر نعطي بها رواتب إلى فقراء كثير. أبو علي من الناصرية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لجمهور الرافدين. أبو علي من واسط، أنا أعتذر منك. من واسط، نعم، إحنا من العراق، كنا من العراق. ثالثا احنا مو ضد الاعمار في البلد، نعم، ومو ضد انه تقام مشاريع في البلد ومشاريع جماليه، بالعكس احنا معاها واحنا نشجع، لكن اكو هناك اولويات، نعم، اكو اولويات في العمل. يعني هذا 6 مليارات في الناصريه واكثر من مليار 20 30 مليار في البصره في ميسان في واسط في كل المحافظات، كان الاولى تمويل المشاريع الصغيره، نعم، اللي تدر منفعه للبلد، تدر، نعم، منفعه للناس. يعني بدل أني أنطي رواتب لإعانة، لا، أني أنطيهم يفتحون مشاريع صغيرة أمولهم ويصير يسدد المشاريع من شغلهم، بهذا كنا نفت البلد. طيب إحنا أساسا ندري كشعب، يعني الدولة تصيح ندري نكافح الفساد، الفساد مستحيل الدولة تكافح، لأن أساسا اللي يكافحون الفساد هم فاسدين. نعم. يعني مين معقول إحنا الآن رئيس الوزراء يصيح مكافحة الفساد؟ واساسا الفساد هو اللي طلع الفاسد اللي بوق له مليارين ونص دولار مثل ما يسمونها سرقه القرن،
في طلعه والله حتى يروح يجمع فلوسه ويرجع الكفاله، لا جاب الفلوس ولا هو موجود. زين الكوارث اللي تصير بالمناطق الغربيه بالشمال بالجنوب من الفساد من الاحزاب الموجوده الحاكمه، مستحيل اني اقيم مشاريع وان الفساد هذا موجود. هو هذا انا يعني انا متاكد مو اعتقد ان هذه المشاريع هي كلها مجرد انها ابواب فساد للمقاولين وللاحزاب الموجوده الباقيه، مجرد بتمويلهم. وتعرف احنا الان قريب الانتخابات، لازم اني اكسب الناس واكسب الاحزاب واكسب عمال واكسب واكسب شركات فانطيهم حتى يمولوني. هذا كله انا اعتبره تمويل للانتخابات القادمه وترويج للانتخابات القادمه. والحبوب يعني من شفنا احنا من ولدنا والحبوب موجود، هذه الزينه اللي صارت لا هي زادت به ولا يعني ولا كثرت جماعته، هو التمثال هو هذا موجود، بس هي فرص للفساد لا اكثر ولا اقل. الا ماكو جماليه يعني مثل ما علقوا الاخوان، يعني اساسا هم شوهوا منظر تمثال الحبوبي اكثر ما هم زينوه. ذلك النافورات، هو المي وينه؟ مي شرب ما موجود حتى يسوي لنا نافورات، والاخر شيء النافوره تعطل واللي يقول لك مي ماكو حتى نشغل النافوره. بعد ليش سويتها؟ احنا ما عندنا ماي نسقي الزرع حتى ما تطلع نافوره وموسيقيه او غيرها. انا ما اطيل عليك، لكن هذه مشاريع فساد ومشاريع اعمار. شكرا لتعزيز الحضره. شكرا لك ابو علي، واعتذر منك اذا غلطت في المكان. من نافورات الحكومة المليارية إلى الواقع الصحي المتردي، واللي كانت مليارات النافورات من المفترض أن تصرف على هذا المجال المهم. مواطن من البصرة يوثق حال مركز الاستشارية الطبي وخلوه من الموظفين، ويقول المواطن أنه أمه تمرضت نقلها إلى الطوارئ، لكن الطوارئ حولها إلى مركز الاستشارية. يتفاجأ بأن الاستشارية مجرد بناية ما بها أحد سوى الصيدلية، ومع ذلك اضطر أن يصور حتى يناشد وراها إجاء طبيب، لكن اللي الطبيب اللي إجاه هو طبيب جلدية، وهم ما بحاجة طبيب جلدية، هم يحتاجون طبيب باطنية. طبيب الجلدية حوله إلى صيدلية خارج المركز حتى يأخذ الدواء من عندها. زين السؤال اللي ينطرح هنا، بالمركز الاستشارية أكو صيدلية، شنو فائدة هاي الصيدلية إذا أنت حولت الصيدلية خارجية؟ هاي رقم واحد. الأطباء وين؟ الممرضين وين؟ الاستعلامات وين؟ الأمن وين؟ دولة كلهم وين؟ خلونا نشوف. هاي اليوم الأربعاء تاريخ 6/9، المصادف طبعاً يوم الأربعينية، رحنا هنا للطوارئ عندنا الحجية تخربطت، فقالوا تروحون للاستشارية. فاجينا للاستشارية، الحمد لله والشكر كل شيء ماكو. والله الدكتور ما موجود، الدكتورة ما موجودة. المعلومه الاستشاريه الناس ما تعرفها لانه حتى قطعه ماكو. هذا التصوير راح ادخلكم جوا، بس الصيدليه الخافره موجوده، لا اكو دكتور ولا اكو دكتوره، والناس المرضى قاعدين. حسبي الله ونعم الوكيل. مرض كبيره يعني وين نوديها؟ الفقير لك الله يا الفقير. ها مكتوب هنا اقتصاد امراض جلديه تناسليه، هي الاستشاري على اساس داخلها كل شيء ماكو. بعد المناشدات والهوسه واخيرا اجانا دكتور، احنا المفروض يكون دكتور باطنيه، اجانا دكتور جلديه. باص استشاريه ب 3000 وتحويل صيدليه لبرا. انا لله وانا اليه راجع. حبيبي التليفونات الحديثة بها خاصية تتبع الموقع، فبما أنه أنت بمركز طبي افتح الجوجل، أنت مو تقول أكو صيدلية خافرة الحمد لله والشكر تشتغل، افتح الجوجل اكتب الحالة، ما دام هو متبع الموقع يعرف بيك أنت بمركز طبي راح يعطيك الحالة صحيحة. وطبعا الصيدلية يقول له الجوجل انطاني علاج بلا زحمة اعطيني اياه. زين سؤال، هو محتاج طبيب باطنية يقص باص الطبيب جلدية ليش؟ عنده حكة بالمعدة؟ والله عظيم سؤال. الأمعاء مات بها التهاب خارجي، ليش قاص باص؟ إذا الطبيب ما له علاقة ليش يقص له باص؟ واحد يفهمني إياها لهاي النقطة. بس بلد مخربط من رأس الساسة مخربط. ناشط ثاني من بالعراق، بس هالمرة من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، اشتكى من غلق صالات العمليات بالمستشفيات الحكومية
ودعا مدير صحة محافظة ديقار أن يتدخل حتى يفتحون صالات العمليات حتى ما يضطر المواطن الفقير أن يروح إلى مستشفى أهلية واللي تكلف المواطن أموال باهظة. واتهم الناشط المسؤولين بتعمدهم إغلاق صالات العمليات بالمستشفيات الحكومية لأنه مشافيهم الخاصة بهاي الحالة ما راح تشتغل أو راح يقل العمل بها. ودائما ما يناشد الناشط أبو آية السعيدي وعرضنا إلى فيديوهات هواية عن واقع صاحب القضاء لكن دون استجابة. خلونا نسمع. ورسالة الوزير الصحة مدير صحة الديقار ما جاي يتابع مستشفيات الأقضية والنواحي ولا يوصلها. والدليل هاي الصالة بها 5 صالات عمليات. هاي البناية مال العتبة قبل شهر سولفت وياه ووعدني قال راح افتحها ولحد هاي اللحظة ما فاتحها. قل لي ليش اذا انفتحت هاي الصالة المستشفى الاهلي بعد يسيس ما يستفادون فهاي ما تفيدهم. صالة مال عتبة ما جاي يفتحونها ومدير صحة ديقار لا جاي يوفر علاجات ولا جاي يوصل يتفقد المستشفيات الموجودة ولا المراكز. قاعد غادي بالدارة مال صحة ديقار وغادي المدراء اليمنى وينه وين الماء يخمط وين الماء يبوك. احترامي إلى البعض اللي بيهم. صالة عمليات مغلقة المريض يسويها بالهول مال بيتهم بالقراج وين يسوي العملية؟ المستشفى شنو دورها إذا بيها صالة عمليات مغلقة؟ ليش مفتحين أصلاً؟ بس حتى المواطن يروح يقص باص وراه يقول له والله صالة عمليات اللي عندنا ما تشتغل ما بيها أسرة ما بيها سديات ما عندنا أجهزة انعاش ما عندنا أجهزة ومعدات تخدير روح للمستشفى الأهلية أحسن لك. ناس لما شافت هذا الحال وسمعت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. من فيسبوك كاظم الخليج يقول والله المهندس الفني ومدير صحة ومدير المستشفى قالوا خلال 20 يوم تنفتح هسه صار لها شهر من قالوا ولهسه كل شيء ماكو. علاء الفرات يقول أغلب المدراء عبارة عن بيادق يجي اتصال يسوي اللي يطلبونه غيره كلش ما يسوون وحتى المحافظ هم حديدة عن الطنطل. عيسى لطيف آل ذياب يقول مدير صحة ديقار ما يقدر يوقف بوجه العصابات والميليشيات. وعبد الرحمن الغاوي يقول لا حياة لمن تنادي يجب علينا جميعا إعلان حملة كبرى كحملة 2019 للتصدي لإخفاق الإطار وحبش كلاتة. هاي كانت تعليقات الناس حول مشاكل الصحة بالعراق اللي ديعاني من أدها المواطن العراقي أكبر معاناة. عندنا اتصال أبو سجاد من النجف. حياك الله. حياك الله أخوي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احتياك مباشر يا إلا ويا المذيع. هو إذا أنت مباشر فأنت ويا المذيع. إذا مباشر فأنت ويا المذيع وإذا ويا المذيع فأنت مباشر. خير إن شاء الله. حبيبي. بعد قلبي. نعم. عندنا هسه مليارات يخسرون على التبليط بالشوارع. نعم. يقلعون الشارع وجابوا زفيت مناقصة وطوا المقاول وما أدري شنو وراح وقشطوا وعادوا جديد. نعم. وتحقرص وجاح وقشطوا. زين عندنا شوارع للطابو للبلديات من زمان صار 10 سنوات بناء بها وترابية ويبلطون بالشوارع الأهل. نعم. يعني التجاوي الزراعي يسمونه بالأحرى. نعم. تبليطة للبيوت قاموا يوصلونه حتى بالشفلات قاموا يوصلونه للبيوت والطابو عايشينه. يعني تجي للكهرباء يطونها المقاولين هاي صار لها 4 سنوات يشتل عمود وراح الغير مكان قام يشتغل. نعم. لأنه هاي معاناة يعني معاناة تسحب واير ويرد واير وصار خريق ويصير ضغط على المحولة والمحولة تطيق وتحترق الضفير وبدلوها ويقطعون الوايرات وعافوها. يعني معاناة الكهرباء معاناة. نعم. التبليط وهاي مليارات اللي يخسرون وبالشر. يعني شنو ذنبنا احنا شنو ذنبنا؟ نعم نعم. اي والله بك توصلها لهذا الاستاذ اللي هسه هو على الشاشة وبدلوها.
تمام وصلت ان شاء الله ابو سجاد، وشكرا لاتصالك ببرنامج صوتكم. ابو عمر من بغداد، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ افل المحترم، وتحياتي لقناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حياك وبياك. حياك الله استاذ افل. استاذ افل، احنا نعرف بكل الحكومات اللي حكمت اللي من 2003 لحد الان، حكومات يعني نقدر نقول عليها حكومات فاسدة، حكومات مرتشية، حكومات جت تدمر هذا الشعب، لكن لو كان عندهم ضمير وكان عندهم حية وكان عندهم حب للمواطن العراقي، من أهم الأمور اللي هي المستشفيات، هاي تعلن يعني بها حياة الإنسان، وفاته أو طولة العمر يعني إذا يكون، لكن للأسف لقينا الفساد اللي موجود عندنا من ضمن هذه الأحزاب والعمايم اللي كمشت هاي الوزارات من 2003 لحد الآن، ما هم أرواح المواطنين اللي قاعدين يعانون؟ يعني إذا كان يروحون يذهب المريض المستشفى يلقى ماكو لا دكتور أخصائي يعني أخصائي بالمرض اللي هو جاي عليه، ولا يقدر إنه يحول يعني نفسه إلى مستشفى أهلية ويقدر عنده مبالغ من المال إنه يقدر يعالج نفسه. فالمستشفى الحكومية هي اللي نعرف عليها تخدم المواطن وتخدم الشعب، وان تكون مستشفى حكوميه لها مجالها والاهتمامها بالمواطن يعني بانه هاي حكومه جيده وتحب شعبها وتواصل مع الفقراء وتواصل مع كافه طبقه يعني المجتمع، لكن للاسف هم ما عندهم هذا الشيء. نلقى يعني المرضى اللي يطبون للمستشفيات بلاي فايده، نلقى التحويل عندهم الى مستشفيات اهليه او مستشفيات يعني غير تكون يعني ناجحه بكفاءتها بخلاصها بواجبها. يعني قبل شويه أنا طلعت صوره بانه شخص انه رايح عنده يعني مرض وراح حولوا الى طبيب جلديه، فهذا المفروض يتحاسب بها مدير المستشفى، لان كل الاختصاصيين اللي موجودين المستشفيات الحكوميه الا مواقفه والا يعني مكانته بغرف يعني صالات المستشفى، فيعني ما ممكن يعني مستشفى الا مكانه وهيبته ودوله وعلم فوقها يعني من يطبل هالمريض، يعني واجب الدكتور الاختصاص ويكون موجود في اللحظه اللي يكون بيها طبيب خبر اذا كان بالدوام بالنهار. هذه من واجبات الحكومه، وزير الصحه لازم يهيئ الامور للناس المرضى، لازم يهيئ يعني كل يعني الواجبات اللي يقيم بها المواطن من يراجع المستشفيات. فللاسف ما عندهم اي اهتمام وما عندهم اي ولاء لهذا المواطن، يعني اذا مات المواطن او صارت حالته يعني غير جيده ما يهمهم، لانه ما همهم ارواح الناس، لان المبالغ اللي قاعدين ياخذوها من وزاره الصحه من الادويه والاسره كلها تروح بجوب الفاسدين. ما تتطور عندنا مستشفيات، ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللي حكم العراق من 2003 ولحد الان، لابد ان يجي يوم يتحاسبون بهم على افعالهم والارواح العراقيه اللي راحت بسببهم واللي ماتوا واللي ما يقدرون يسوون عمليات بسبب المال بسبب ضعف الحال. وأنا أشكرك وتحياتي لقناة الرافدين، حياك الله أستاذ. حياك الله أبو عمر. يعني دورات في ساعات متأخرة من الليل، مو من الشرط أن يكون طبيب اختصاص موجود بالمستشفى أو بردها الطوارئ في المستشفيات، لكن أكو طبيب عام، هو طبيب مقيم، طبيب خفر اللي سميته. هذا الطبيب العام إذا قدر يحل المشكلة اللي جايته بالطوارئ في ساعة متأخرة من الليل، قدر ما قدر يستعينون بطبيب الاختصاص اللي يجيبوه من بيته حتى لو كان في أي ساعة من اليوم باتصال يجي إذا أكو حالة تستدعي هذا الشيء، لكن هاي كلها بالعراق ما موجودة. من الصحة نروح هسه إلى المشاريع الخدمية اللي صارت عبارة عن مشاريع نقمة على العراقيين. كل مشروع بأي منطقة يتحول إلى كابوس، إما بسبب الشغل الغلط أو الفساد اللي بالشغل أو بسبب التخريب اللي تترك الشركة المنجزة للعمل، ويبقون الناس يعانون الأمرين. من محافظة ذي قار واللي يتسابقها ناشطوها لنقل معاناة أقضيتهم ونواحيهم وقصباتهم بسبب فساد مجلس المحافظة وسياسي المحافظة، ناشط من قضاء النصر بذي قار يشكو حال شوارع القضاء خصوصا وراء حفرها وتأسيس شبكة صرف صحي أي مجاري بهاي الشوارع، لكن وضع الشوارع على ما هو عليه من تقريبا 5 أشهر بدون تبليط أو تعبيد وعبارة عن أتربة، ويتساءل شلون راح يكون الحال بالشتاء
وين راح يروحون طلاب المدارس وشون راح يروحون المدارسهم إذا صارت هاي الشوارع برك طينية. خلونا نسمع. هاي شوارع النصر كلها انهجمت، هسا هاي الشوارع خدموها مجاري صار لها 5 أشهر أو 6 أشهر. زين هسا هيجي بالصيف ما تمشي، زين باكر شتاء وباكر مدارس مثلا تجيبون طيارة تطلعون الطلاب تطلعون الناس، هاي الشوارع اللي دمرتوها ليش ماكو متابعة استاذ ماجد يا حكومة النصر يا محافظ ابو اللجنة المتابعة مال المحافظة؟ هاي الشوارع صار لهم 5 أشهر اشتغلوها مجاري، وهاي بالشتاء بعد الناس هاي راح تنتهي يعني تطلع للسوق بطيارة، هاي التفليش هذا كله مفلس. كل شوارع النصر هيج يحفر مجاري اشتغلها وخلاها وراح، يا بشتغلوها ها والله بعدها ما مرصوفة، زين غير تحدلونها كان يرصفها مثلا انت متانو بالستوتة يرصفها لك، ليش هاي ليش ماكو متابعة؟ هاي الشوارع أخويا الناشط لازم أمر إداري من الفضاء من كوكب فيجا يجيب لنا يا جراندايزر يلا ترصف هاي الشوارع. نطلع ونروح إلى مركز محافظة ذيقار مدينة الناصرية، هذا المجسر اللي طلع في برنامج صوتكم بعشرات الفيديوهات، مجسر إبراهيم الخليل اللي تم وضع حجر أساسه من قبل الشركة قبل أيام الحمد لله والشكر، لكن الشركة فلتت عيني، ليش شالت معداتها وآلياتها وراحت؟ ها أبويا وين رحتوا؟ شنو الفيلم؟ بس خافكم مول مال واحد سياسي لازم يكملوه، شنو الموضوع ما حد يدري. الناشطين يتسألون هناك هل راح يصير حال هذا المجسر حال مجسر الإسكان بالناصرية اللي 16 سنة وما أنجز حتى الآن؟ خلونا نشوف. السلام عليكم. طبعا هذا مجسر إبراهيم خليل، هذا مجسر، هذا حفره الشارع اتجاهين ومنها مطينا مشروع تأثيث الشارع، احنا سمنطور تأثيث الشارع غير مفروض اكو انجاز مجسر بايم خليل، هسه هذا مجسر الاليات ولا آلية حالية موجودة، نشلنا قبل ايام قلنا القالب ابو الصاب المجسر شال غراضة قبل 3 أيام شالان، لا اكو مثلا مسؤول، لا اكو مهندس مثلا احنا مشرف، لا اكو مثلا متابع المحافظه، لا معاون محافظ، لا مثلا جاي مهندسين من متابع المحافظه يسيلون يطلع لا المحافظ مثلا يطلع مؤتمر صحفي ويحكينا على هذا ويحكينا على هذا المشروع، هذا المشروع يعني من 2021 يوم كان المشروع من 2021 هو نطى هذا المشروع مناقصة، 2023 خلوا حجر الأساس، 2025 إن شاء الله يبدون يخلون الشياش، 2027 يبدون يصبون بالأساس، 2029 يبدون يخلون المساند ما جسر، 2031 يبدون يحطون حديد فوق حتى يبدون يصبون الجسر من فوق، يعني أخوي العزيز 2037 2039 إن شاء الله يتم افتتاح الجسر، إن شاء الله ولدنا يشوفوا إن شاء الله، على الحسبة هذا ما راح يكمل الجسر. ومن ذي قار همينة قلنا لكم الناشطين هناك يسابقون على كشف الفساد، ناشط ثالث ينقل لكم فساد المحافظة وأموالها المهدورة على مدخل المحافظة الجنوبي، مشروع كلف الدولة 8 مليارات والنتيجة اللي راح تشوفوه بالفيديو، أشجار يابسة، ثانية تعاني من العطش، ويتساءل شنو دور المحافظة الرقابي وليش هاي المشاريع الوهمية تمر ويتم الموافق عليها وتصرف لها الأموال. خلونا نشوف. للرأي العام المنصف هذا الفيديو، الحريصين الإعلاميين الشرفاء اللي عندهم غيرة على محافظتهم فعلا يعني، والمليارات اللي جاية تنهدر محافظة ذيقار، احنا الآن متواجدين مدخل الجنوبي مدخل سيد خضير، شوفوا بعينكم حقيقة الإعمار وحجم التزييق والشركات الفاشلة جاي يشتغل بالمحافظة. هذا الفيديو لك يا محافظة ذيقار يا مديرية الطرق والجسور الجهة المستفيدة، دوركم مين؟ أبو شرفكم غيرتكم، هذا قيمته 8 مليار، شوفوا حجم الشتلة جايبين، هذا 8 مليار هاي جايبين الشتلة حطوها ولكم ليش تشي؟ يعني أدري ما عرفتهم، يعني دور المهندس المقيم، المهندس المشرف، الجهات المستفيدة، النواب، المتابعين، المعاون الفني، المحافظ، دوركم مين؟ ما جيتوا شفتوا مشاريعكم؟
ادر دور المقاولين ما حد يوضع حد لهم لهذا الفشل. ليش تجي يلعبون مقدرات محافظه وتضحيات؟ والشيء الاخر الثيل هذا كله مات، الثيل كله مات، هاي مليارات، هاي ليش تجي؟ اخوي العزيز هذا مشروع تنموي، هذا مشروع تنموي للتعبئه الشعبيه الشعبويه ومساعده الناس على كشف مقدرتهم الداخليه. كل واحد يجيب بريج ويلزم له شتله او فسيله ويقعد يمها يسولف وياها شهر شهرين ثلاثه، بلكه تتخضر من جديد. وراها الدوله تطلع وتقول لك شوفوا المشروع مالتنا، جبنا لكم اشجار يابسه، انتم استصلحتوها فانتم تقدرون تستصلحون اي شيء تعبان، اما الدوله راح تجيب لكم بس شيء تعبان. من مليارات ده تسمعون المليارات ده تتشمر. وشوفوا المشاريع شلونها. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على منصات التواصل الاجتماعي ومن فيسبوك ابو احمد الركابي. من أسوأ الخدمات في قضاء النصر، بعض الأقضية وصلت الى تبليط القرى والأرياف، عدن النصر لا زال هو قرية. ومحمد الناصري يعني مشتغل لكم مجاري، يعني نعمتك يا ربي، عمي تعال شوف الشطرة، لا مجاري ولا شوارع، انتم خير من الله، استلم. حزدوهم على المجاري. ام محمد ضحكة وقال هي صدق مال بتشي 6 مليارات على كاشيات، صدق كذب. وبركان يقول صاروا مسخرة، هذا بسبب الفساد، عدم التوفيق وقبول من الناس النفور. المشكلة أنه العالم لما صارت تتعامل ويا الموضوع أكو قامت عالم تستهزئ بالحقوق. يعني تخيلوا أنه يقول له عندكم مجاري، يا الله ما شاء الله عليكم، إحنا ما عندنا. يجي واحد ها عندكم عواميد مال كهرباء، عمي تعال شوف احنا وايراتي مشطلين نشطل. يجي لا عندكم شوارع، صدق تحجون احنا لا شوارع ولا شيء. مع الاسف العراق بال 2023 هيجي حاله. ابو محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما اعرف على الهوا ولو بعدني وياكم. انت على الهوا اخوي. شلونك قلبي شلون صح استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. تحيه لك ولكل المستمعين ان شاء الله. الله يسلمك. والله قاعد اسمع عن بصراحه المناشدات والناس اللي تتصل واللي عنده تصوير فيديو ويحكي عن الاهمال اللي سواء الصحي او التربوي وكل مجالات الزراعه الصناعه. يعني انا اتعجب يعني بالله الكريم، يعني شعب العراق ترى شعب عريق، يعني مو ما ينعاين بعقله وتفكيره. زين اسالك بالله الكريم، هل حد لما حد فهم اللعبه؟ وشنو ناشد؟ حد من الناشد بعد؟ نقطه سطر يعني ما حد يفهم الموضوع شنو؟ نعم. يعني معقوله اقعد اناشد واناشد واناشد واناشد؟ هي لعبه معروفه وانتهت نقطه وخلصت. إذا بالتعليم ولا بالزرع ولا بالصنعة و نعم. العراق بعد دراسة 50 لو يصلح لو ما يصلح. تحياتي لك لكل المستمعين. حياك الله حياك الله، شكرا لك أبو محمد. النزاعات العشائرية المسلحة، هاي السالفة اللي مدى يقدر يتخلص منها العراق ولعدة أسباب. غياب الدور الحكومي، ضياع هيبة الدولة، غياب القانون، ضعف القوات الأمنية وهواية أسباب ثانية، ومن ضمنها غياب الإعاز الوطني عند المواطنين والعشائر بالذات. من منطقة التميمية بوسط البصرة نزاع مسلح استمر الساعات البارحة واستخدمت فيه شتى أنواع الأسلحة. مواطنون من البصرة وثقوا بكاميرات جوالهم كمية الرصاص المطلق بين المتقاتلين بهذا النزاع، وللحد هاي اللحظة ما حد يعرف شنو أسباب هذا النزاع المسلح وشقد راحوا بإصابات أو لا سامح الله قتلى. خلونا نشوف. you
لا تخافون، هاي مو جبهة، هاي عشرتهم متشاتلات بيناتن. كمية السلاح اللي مطلق هنا أحرر بي دول، كمية السلاح اللي مطلق به هنا أخلص العراق من التغول الإيراني، كمية السلاح المطلق هنا لو موجودة صح بإيد ناس صح ما كان احتل تنظيم إرهابي ثلث العراق. مع الأسف عندنا فيديو ثاني، هذا الفيديو نانا راح تشوفون هم بالبصرة، جسر القزيزة مقطوع هذا الجسر لأنه كثافة الإطلاقات النارية مو طبيعية خلال هذا النزاع العشائري اللي الحكومة بحسب القانون تعتبره عمل إرهابي. النزاع العشائري تعتبره عمل إرهابي، لكن هذا كله صار بالبصرة بوسط غياب أي دور للقوات الأمنية. زين شنو دور هاي القوات؟ شنو دور البيريات اللي فوق رؤوسهم، بدلاتهم، رتبهم وسياراتهم المصفحة وأسلحتهم ورواتبهم ومنتسبيهم ووزيرهم؟ شنو دورهم إذا الأمور بالبلد فالتة؟ خلونا نشوف. الآن قطعت جسر القزيزة بسبب الرمي الكثير. دبابات ما عندكم؟ زين قائد عمليات العشيرة الأولى منو؟ قائد عمليات العشيرة الثانية منو؟ وزير دفاع العشيرة منو؟ زين خططكم العسكرية إن شاء الله بعد استمرار القتال لعدة ساعات من الممكن أن يكون إنزال جوي من منطقة العشيرة الأولى إلى منطقة العشيرة الثانية؟ لأنه كمية الإطلاقات مو مال عشائر، لأني ذكرني بالحرب. الناس لما شافت هاي الفيديوهات، كمية الفيديوهات اللي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي علقت على الموضوع، وعلي صالح المسامي يقول شنو وضع العوائل والأطفال؟ خطية أكيد ميتين من الخوف من صوت الرمي أكيد. وأبو فهد يقول دولة بطيخ، وين الحكومة العد؟ وين العد السلاح بيد الدولة؟ أي صحيح بيد الدولة. أبو ثامر الخفاج يقول هذه دولة الخرط، دولة الكذب، دولة النفاق، دولة القانون فيها كل همها أن تبقى بالحكم أكثر وتسرق أموال أكثر. وأحمد رافع حلو بالموضوع هذا، الرمي قرب قيادة الشرطة. لا بربك إذا صدق، الرمي وين؟ قرب قيادة الشرطة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مأساة. يعني إذا الخبر صحيح يم قيادة قوات الشرطة مأساة. عامر من ديالى حياك الله. عامر السلام عليكم أخويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعطيني وقت إذا أحكي وياك؟ نعم تعطيني وقت أحكي وياك يعني لو والله يعني عندك دقيقة دقيقة ونص، لأن تعرف هم عندي مواضيع وهم عندي متصلين. فقول أستاذي الله وكيلك، إحنا بلد عايش بالقدرة. نعم بالقدرة. إحنا من يوم صار السقوط يعني بس واحد انا اتذكر احنا بيتنا كان قريب على معسكر سعد. ايه بعقوبه. اي نعم معروف. الامريكات كان هو على الموضوع مالته كيف سادي الامريكات كانوا واقفين الاسلحات الخفيفه يقول للناس تعالوا اخبرهم، والاسلحات الثقيله كانوا هم يفجرهم وهذا يهددهم. نعم. ايه فهم من البدايه اللي عنده عقلية من البداية هم رادوا يصير البلد هيجي فوضى. نعم فوضى من البداية. وإحنا جماعتنا بحكم إنه عقليتهم محدودة فهذا اللي يصير يعني، وفوقها الخدمات ماكو طبعا، حارة الدنيا وأعصاب جار على جار على أبسط شيء تعارك. نعم يعني لا ما سابح بالبيت، كهرباء ماكو على أي، هو من أعصاب قابة نار طبعا على اي شيء جاي يتعارك جاي يصير المشكله كبيره. نعم هو كلها السادي ملتمه يعني ملتمه من جميع الجهات عليك. بس اريد موضوع واحد، احنا ترى لفطنا مهدد. انا بدي احكي لك بموضوع واحد. أيه. لفط العراق مهدد بسبب الابار الجوفيه، حتى النفط راح يروح والبلدان الامريكا وكلها تعوفنا بعد. ليش استاذي؟ ابار الجوفيه جاي يسحبون، جاي اثر على خزين النفط مال العراق.
انت هاي المعلومه ما حد جاي يعرفها. احنا اذا عباي يسوي خلي يسوي بشمال العراق على الانهار يسد المي، يسد المي من البصره جاي يروح الشط العرب قالوا حتى احنا واحد بطله الدنيا تقلب الفرات رجت وين راح المي؟ يعني ماكو دراسه ماكو يعني يا امه الاسلام حتى لو فطنا راح يروح راح علميا اسال اي 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 خبير جغرافي يعني احنا من جاي نسحب المي من الوسط ان شاء الله يسمعوني ان شاء الله يسمعوني اعتذر منك الاراضي هذا الوقت ما حد اعتذر منك عندي مواضيع واتصال اخر. شكرا لك اخ حيدر. اخ عامر حيدر من البصره حياك الله يا حيدر حبيبي الغالي جواك الله يرضى ويقويك يا رب. شلونك هلا بيك ربي يوفقك. تفضل حيدر. اخوي انا من العام مخطوف بايران زين من العامر زياره الاربعين مال الامام الحسين تقريبا من هيك وقت الحاد قبل عيد الضحيه زين يلا طلعت اشتركوا بيها 9 نفرات بايران منهم 2 ضباط بالدوله الايرانيه زين واحد بالانتربول والثاني لا بالشرطه تسع نفرات عذبوني وخذوا 9 شدات 90,000 دولار أخذوا منك؟ 90,000 دولار هنا يشتغل بالمخضر بالبصرة تمام اي عذبوني يعني التعذيب كامل هسه ما ودي لك اسمهم طالبوا الدولة العراقية بحيث بهاي الأمور وهالمقاطع اللي وديتين إلك ودي لك اسمهم بالعربي بالكامل تمام ودي لنا يعني ودي ودي تمام وعدك الشفاره العراقيه الموجوده هناك بالاهواء مع دين نسوان الله يستر عليهم فزعا ووقفت بين جوازك الضوح رقوب هم هن خطيه سووا له ولا الباقي هذا المسؤول مال السفاره ولا كان الحائط حجوا وشال تغييره وفجح هو ماكو تمام تمام اخ حيدر وصلت الرساله بس شكرا شكرا لك 9 شدات لكن الاخ حيدر هسه قال لنا شغله شرطي وضابط بالانتربول جماعه الانتربول الله يساعدكم شوفوا جماعتكم ايش يسوون العراق اللي اشتغل بستينيات القرن الماضي وسبعينياته حتى يتخلص من آفة الأمية واللي استطاع أن يتحصل على جوائز من اليونسكو لما نوصلت نسبة الأمية بالعراق إلى أقل من 10% اللي تفوق بها على اليابان وهواية دول بس وراء 2003 هذا التاريخ المشؤوم بلشت النسبة بالازدياد وآخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تقول أنه نسبة الأمية فاقت 47% هذا رقم مخيف لكن التصريحات الرسمية تقول أقل واني بدون تشاؤم اقول لكم النسبه اكثر وبمناسبه اليوم العالمي لمحو الاميه قسم التواصل الاجتماعي سوى لنا هذا الانفوجرافيك خلونا نشوفه
هذا الموضوع ايضا تصدر ترند العراق تتحت وسم اليوم الدولي لمحو الاميه. بعض التغريدات خليل السيلاوي قال يحتفل باليوم الدولي لمحو الاميه في 8 سبتمبر من كل عام لتذكير الشعوب باهميه محو الاميه باعتباره مساله من مسائل الكرامه وحقوق الانسان، وكذلك النهوض بخطه محو الاميه للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامه واكثر الماما بمهارات القراءه والكتابه. اليونسكو تخيلوا عدم تمكنكم من قراءه معلومات حيويه مثل الارشادات الموجوده على علبه الدواء، ومن الصادم انه لا يزال هناك 763 مليون شخص لا يمتلك تكون المهارات الأساسية للقراءة والكتابة. وقاسم محمد إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي. أما إبراهيم الخالد يقول تعزيز محو الأمية يؤدي لبناء أسس مجتمعات مسالمة ومستدامة. هاي التغريدة وغيرها كانت على هاشتاغ اليوم الدولي لمحو الأمية. هذا كان كل ما موجود في جعبتنا اليوم حلقة برنامج صوتكم، نتمنى أن تكون حلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.